فيجب اتباع السنة، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب علينا أخذه واتباعه والعمل به، سواء كان متواتراً أو آحاداً، المهم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما صح أخذنا به، خلافاً للمبتدعة الذين ينكرون السنة، ينكرون السنة ويقولون يكفينا العمل بالقرآن، فإنكار السنة ليس عملاً بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وهؤلاء يقولون يكفينا القرآن، القرآن قال لك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فهؤلاء كذبوا في قولهم نعمل بالقرآن، ما عملوا بالقرآن، لما عطلوا السنة لم يعملوا بالقرآن، وأيضا القرآن فيه مجملات والسنة هي التي تبينها وتفصلها، والله جل وعلا يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له ودالة عليه، فالسنة لها ارتباط وثيق بالقرآن لأنها بيان له، توضيح له، تفصيل لمجمله وتقييد لمطلقه، وقد تنسخ شيئاً من القرآن، ينسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والقرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فلا بد من هذه المطالب العظيمة، وهؤلاء قد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منهم، فقال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي أو السنة من سنتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة هي الحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هو السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب هو القرآن والحكمة هي السنة.